قال الرئيس التونسي قيس سعيد إنه سيصدر في وقت لاحق نصا قانونيا ينظم إجراءات مصالحة قانونية تسمح باسترجاع الأموال المنهوبة، موضحا أن عدد من نهبوا أموال تونس هو 460، وذلك بناء على تقرير لجنة وطنية لتقصي الحقائق. وأضاف سعيد أثناء استقباله رئيس اتحاد الصناعة والتجارة أن رؤيته تتضمن إلزام من تورطوا في نهب الأموال العامة بتمويل مشاريع في المناطق الفقيرة، كما قال إن نوابا في البرلمان استغلوا تمتعهم بالحصانة لتحقيق مصالح لهم. هذه الأموال المتخلدة بذمة هؤلاء، ولدي قائمة في الأسماء، يجب أن تعود إلى الشعب التونسي، وسيتم إصدار نص في هذا المجال حول إبرام صلح جزائي مع هؤلاء المتورطين في نهب المال العام، صلحا جزائي ثم بعد ترتيب هؤلاء ترتيبا تنازليا من الأكثر تورطا إلى الأقل تورطا. أكد المتحدث باسم محكمة الاستئناف في تونس الحبيب الطرخاني أن النائب العام التونسي أمر بفتح تحقيق ضد الرئيس الأسبق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب على خلفية اتهامات بالتدليس تخص محتوى تقرير الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المتعلق بتضارب مصالح رئيس الحكومة الأسبق إلياس الفخفاخ وشكاوى أخرى تعلقت به، كما أمر بفتح تحقيق ضد سيف الدين مخلوف رئيس كتلة ائتلاف الكرامة على خلفية شكوى تقدمت بها إحدى النقابات الأمنية، كما تم وفق نفس المصدر فتح تحقيق ضد كل من رئيس لجنة التحكيم والمصالحة بهيئة الحقيقة والكرامة خالد الكريشي ومبروك كرشيد النائب عن الكتلة الوطنية ووزير سابق، وذلك بخصوص شبهة تلاعب في ملف مصالحة بالهيئة. قال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل محمد علي البغديري إن المنظمة النقابية ستقدم قريبا للرئيس التونسي قيس سعيد خريطة طريق تتضمن تصورات تتعلق بالجوانب السياسية والاقتصادية للاستئناس بها خلال المرحلة المقبلة، وذلك بعد التأكد من سلامة الإجراءات التي أقرها الرئيس باستشارة مجموعة من أساتذة القانون الدستوري. وذكر البغادير أن أبرز نقاط هذه الخريطة ستتمحور حول الإسراع في إنهاء هذا الوضع الانتقالي في أقرب الآجال، وحث الرئيس سعيد على اتخاذ إجراءات اقتصادية عاجلة، كما أكد البغادير إجماع جميع الأطراف داخل الاتحاد على ضرورة تشكيل حكومة كفاءات وطنية. ينضم إلينا عبر الإنترنت من تونس مراسلنا رضا البغدادي، أرحب به. رضا، يعني ما هي آخر الأخبار حول ما صرح به الرئيس من أن لديه قائمة بأسماء المتورطين في نهب أموال التونسيين وأنه سيقدم هؤلاء إلى القضاء؟ هي طبعا فكرة جديدة ولكنها قديمة بالنسبة لرئيس الجمهورية قيس سعيد، وكان قد أعلن عنها بشكل واضح مباشرة بعد الثورة من خلال مقترح أعلن عنه في وسائل الإعلام وأيضا في خلال المحاضرات والندوات التي كان يلقيها، يشير إلى أن هذا الحل من شأنه أن ينهي هذا النزاع بالنسبة لرجال أعمال المتورطين في قضايا فساد خاصة زمن نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي. وكان قد توعد خلال حملته الانتخابية الرئاسية بتقدم في تحويل هذه الفكرة إلى مشروع قانون، وحقيقة كإعلاميين كنا منذ 2019 في انتظار ربما مشروع هذا القانون المتعلقة بربما تحويل هذه الفكرة إلى قانون يضمن ربما متابعة كل من تحوم حولهم شبهات فساد، وهي متعلقة بمجموعة من رجال الأعمال تفوق القائمة أكثر من 100 شخص بحسب اللجنة التي شكلت مباشرة بعد الثورة للنظر في هذا الملف، على أن يتولى كل رجل أعمال تنفيذ مشروع استثماري تنموي في أحد المناطق ربما البعيدة عن المدن المركزية ذات التنمية ضعيفة كتعويض ربما عن الأموال التي نهبها وسرقها. وهذه خطوة أصبحت بحسب الخبراء يعني يصعب تنفيذها اليوم على أهميتها وعلى
نجاعتها نظرا ربما لفرار عدد من رجال الأعمال بعد 10 سنوات من الثورة، وأيضا ربما قانون المصالحة الذي صادق عليه البرلمان في 2016 آنذاك ربما قد نعم رضا، يعني أيضا أرجو أن تطلعنا على وضع الشارع التونسي، على ردود الأفعال الأحزاب التونسية، كيف هي الأحوال بعد أيام من قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد؟ نعم حتى نكون بشكل نعم رضا، نعم ربدو أنه رضا انقطع اتصال، ننتظر حتى عودة. بالنسبة للشارع التونسي نعم. تفضل يا رضا تفضل. توجد مشكلة، ربما هناك مشكلة من في الاتصال حتى يعود زميلنا رضا البغدادي. رضا هل تسمعني؟ إن كنت تسمعني تفضل بالإجابة. نعم نعم مباشرة، يعني بعد اليوم الثاني من القرارات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية قيس سعيد عادت الحياة إلى نسقها الطبيعي، ولاحظنا هدوء، والحياة يعني عبارة كأن شيئا لم يكن، رغم أهمية القرارات التي لم تهز الشأن الداخلي التونسي فقط ولكن كل المنطقة وكل دول العالم التي تتابع باهتمام كبير ما يحصل الآن في تونس، ولكن الحياة عادية جدا. ننتظر الآن ربما مواقف الأحزاب كيف ستتفاعل مع هذه التطورات، ودعنا نقول حتى بالنسبة لحركة النهضة الذي اعتبر أن ما حصل خاصة في اليومين الأولين هو انقلاب واضح للدستور، بدأت بعض التصريحات من هنا وهناك تتعامل بشيء من الليونة مع هذه القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية قيس سعيد، وتعتبر أن ما حصل قد يمكن تجاوزه ويمكن النظر إلى قنوات من الاتصال لتجاوز هذه المرحلة الصعبة التي تعيشها تونس. أضف إلى ذلك حزب التيار الديمقراطي وهم الأحزاب المحسوبة على رئيس الجمهورية قيس سعيد، والذي اعتبر بشكل واضح أن القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية هي مخالفة للدستور. شكرا. في اليوم التالي مباشرة، لكن اليوم يصدر بيان من المجلس الوطني لحزب التيار الديمقراطي ينسب ما ذهب إليه ويعتبر أن ما قدمه رئيس الجمهورية قد يعتبر جزء من أو اتجاه شكرا. نحو تصحيح المسار الانتقال الديمقراطي في تونس. أشكرك رضا البغدادي مراسل الجزيرة مباشر، كنت معنا عبر الإنترنت من تونس. انضم إلينا عبر الإنترنت أيضا من تونس محمد العفاس القيادي بائتلاف الكرامة، أرحب به. كما ينضم إلينا عبر الهاتف من تونس ليلى الحمروني النائبة السابقة عن حزب نداء تونس، أرحب بها. ومع السيدة ليلى الحمروني أبدأ. سيدة ليلى الحمروني، يعني كيف يعني تنظرين إلى الأوضاع الآن بعد عدة أيام على قرارات الرئيس قيس سعيد؟ يبدو أنه السيدة ليلى لا تسمعني، أعود إلى ضيف السيد محمد العفاس. سيد محمد العفاس، الرئيس قيس سعيد تحدث عن أسماء وقائمة وتحدث عن تقديم هؤلاء للمحاسبة، وقال أنه ربما يقدم قرارا أو قانونا بالتصالح. كيف رأيتم في حزب ائتلاف الكرامة هذه التصريحات للرئيس؟ نعم بسم الله الرحمن الرحيم. بداية خليني أقول لك نحن متفقين من حيث الأصل أن الأموال المنهوبة الأصل أنها تعود إلى الشعب التونسي، وهذه حق من حقوقه، ولكن عودتها لا تتطلب انقلابا عسكريا ولا تلويثا للمشهد السياسي بإحقام المؤسسة العسكرية في الحياة السياسية وتجميد البرلمان، ومشهد انقلابي للأسف أساء كثيرا للمسار الثوري بتونس. فيما عدا ذلك الرئيس قيس سعيد لم يتقدم على طوال سنة ونصف إلى المجلس النيابي بهذا الاقتراح، والأصل أن هنالك قنوات لتطبيق هذه المبادرات حتى في قانون المصالحة، والذي نعتبره جائرا نوعا ما لأنه الناهب لا صلح معه. الأصل أنه من سرق حق الشعب التونسي يخلص سجن بداية، وأن حق الشعب التونسي يرجع له، فلا مصالحة مع الفاسدين. هذه الشعارات الثورية، كيف نتصالح مع فاسدين؟ أنا أرى أن كل هذه الشعارات هي شماعات لشرعنة الانقلاب واستدرار عواطف الشارع اللي اليوم فيها قبول أو نسبة من الرضا لهذه الإجراءات، لا لشيء إلا لانسداد الأفق السياسي وكم التشويه الذي حصل للبرلمان. وأنا أتفق مع جزء كبير من أبناء وطني أن تونس يلزمها اليوم حل واضح على مستوى وعلى الصعيد السياسي.
فيما عدا ذلك أؤكد مرة ثانية أن الرئيس قيس سعيد بهذه المبادرة ليس جادا. من سيسهر على ترتيب تنازلي كما قال هو للأكثر تورطا فأقل يجب أن يكون قضاء محايدا، لا يجب أن يكون شخصا محتكرا بكل السلطة. عدا ذلك القائمات التي تم تسريبها هي قائمات تعود لسنة 2013، وكما ذكرت لا يتطلب تعليقا لأشغال البرلمان حتى نقوم بمبادرات من هذا القبيل. نعم، أرجو أن تبقى معي سيد محمد العفش، ينضم إلي عبر الإنترنت من تونس السيد نعمان العفش النائب البرلماني عن التيار الديمقراطي، وأيضا تنضم إلينا عبر الهاتف من تونس ليلى الحمرون النائبة السابقة عن حزب نداء تونس. أرحب بها وأبدأ مع ضيفي السيد نعمان. سيد نعمان، يعني النظر الآن إلى هذه القرارات بعد هذه الأيام، البعض يطالب بخطة واضحة، خارطة طريق كما طلب الاتحاد التونسي للشغل، في رأيك يعني لماذا تأخرت خارطة الطريق من قبل الرئيس التونسي؟ اعتقادنا هي ما تأخرتش، ولكن ربما لترتيب البيت. نعرف أن الموضوع كبير جدا يتعلق بعديد المسائل، الفساد يعني مستشري في البلاد منذ عقود، وخاصة في الفترة 10 سنوات الأخيرة اللي بعد الثورة أصبحت الأمور أكثر خطورة وأكثر يعني وضعية تعيسة جدا، وهناك العديد من الفاسدين يرتعون هنا وهناك ويقومون بيعني كل ما في وسعهم في غياب تام لحركة النهضة التي تتحمل الجزء الأكبر من هذه يعني التراخي وعدم تحمل المسؤولية وعدم احترام هذا الشعب الذي في كل مناسبة انتخابية كان يعطيها القسط الأكبر تقريبا وتكون هي الممثل الأكبر في البرلمان خاصة وفي حتى البلديات، فلم تقم بأي مجهود في هذا الاتجاه من حيث يعني إصلاح المؤسسات أو من حيث يعني القضاء على الفساد أو حتى معاقبة من أجرم، وهذا كله بطبيعة الحال يتشكل خاصة في مسألة يعني استغلال القضاء والسيطرة على مفاصل القضاء، والفضيحة الكبرى التي حدثت مؤخرا يعني بين رأسي القضاة في أكبر كبار القضاة يعني في القضاء التونسي، وهناك معناها ملف كبير جدا يحتوي خروقات كبيرة جدا حول التجاوزات صارت في هذا المستوى، وهناك اتهامات خطيرة جدا يعني تمس حتى الأمن القومي. أرجو أن تبقى معي مسألة الاغتيالات يا سيد نعمان، حتى لا نذهب بعيدا عن ما نناقشه الآن، أرجو أن تبقى معي حتى أشري ضيفتي السيدة ليلى الحمروني النائبة السابقة عن حزب نداء تونس. سيدة ليلى، استمعت إلى ضيفي يتحدث ويقول أن الفساد المسجل في تقارير لهيئة الفساد التونسية منذ سنوات، تقارير الفساد يعني أو 2018 يوجد تقرير وافي يحمله ضيفي وحتى آخرين وحتى ربما الرئيس التونسي قيس سعيد إلى حكومة النهضة التي يقول البعض أنها لم يعتمد قوانينها أو القوانين التي طالبت بها في البرلمان ولا حتى الوزراء الذين طالبت باعتمادهم من رئيس الجمهورية. كيف ترين هذه الطروحات التي طرحها ضيفي؟ أنا أتفق مع زميلي السابق ووجه له التحية نعمان العش، كنا في المجلس النيابي السابق. أعتقد أن الملف الفساد وملف الفساد والقضاء هو حكاية على ملفين، ونحن نعرف بالتجربة بتجارب المقارنة متاع الانتقالات الديمقراطية من أصعب الأشياء هو مقاومة الفساد وملف استقلالية القضاء. في تونس الفساد ورثناه مش منذ 10 سنوات، منذ أكثر من 30 سنة نقول على الأقل، يبان ملف طويل، ولكن بعد الثورة تغير نمط الفساد وشكل الفساد. فمع قبل الثورة في غياب الحريات كان الفساد محصور في عائلة، بعد وجود التحول الديمقراطي نجم نقول بين ظفرين تمقرت الفساد، دمقرت
بالمعنى وكونه أصبح أوسع في 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 مساحات أوسع وفي أشكال أوسع وفي العائلات السياسية أوسع وفي الإدارات وفي الصفقات العمومية. وبالتالي هو ملف سعيد ياسر، وأعتقد أن قيس سعيد بمعناها المبادرة هذه اللي قام بها. هناك طبعا من يقول لماذا يبدأ بفتح ملف الفساد اللي منذ 2011 اللي قام في مجلس المرحوم عبد الفتاح عامر. أنا أقول نبدأ بالقائمة هذه ثم نأتي إلى الفاسدين الجدد ما نسميه في تونس بالكناترية، والتي حقيقة عملية حركة النهضة تعاملت مع الفاسدين، نعرف هذا الشيء لا يخفى على التوانسة الكل، وقامت بصفقات معهم لأولا جلب الأموال والشراء يعني لا يوجد دائما ليلة. عندها ناس لا يوجد أحد لا يوجد هنا ضيف نعم. لا يوجد ضيف ليدافع عن النهضة ولا يوجد طرف من النهضة، لكن سأقول لك وأرجو أن تردي علي بصراحة، كنت نائبة سابقة في البرلمان التونسي ونداء تونس كان شريكا في الحكم، أين كنتم من الفساد؟ طبعا طبعا احنا كنا في نداء تونس في 2014 وكانت الحكم مع النهضة، وكان خطنا السياسي وكونه لا إقصاء لأي طرف، كل طرف يريد أن يخدم الشأن العام مرحبا به. ولكن في الحقيقة شفنا وأن حركة النهضة بخبثها ودهائها ومعناها قوة المناورة معناها نجحت في تكسير كل المنظومة الحزبية إلى حد وأن التوانسة اليوم وعلى رأسهم رئيس الجمهورية لا يعد ولم يعد يؤمنون بالأحزاب والمنظومة الحزبية. ونحن نعرف أن الحياة السياسية قائمة على الأحزاب، كنا معهم في شراكة، ولكن أنا من المجموعة التي مكثت يمكن عام ونصف مع حركة نداء تونس، ثم قدمت استقالتي وكوننا كتلة مستقلة، ثم التحقنا وأسسنا حركة تحية تونس اللي هي من وليدة من أرحام نداء تونس. وكان الخط في اختلاف هو خط تحالف مع النهضة، كنا نريد أن نبعد عن البلاد مشاكل الإرهاب أيا كان. أستاذة ليلى الحمروني أيا كان يعني ما تقولينه، فأنتم كنتم شركاء للنهضة في الحكم، وما ينسحب على النهضة ينسحب عليكم في نداء تونس، وكنت في البرلمان، وأيضا ما ينسحب على أعضاء البرلمان في تلك الفترة ينسحب عليك. أرجو أن تبقي معي لأذهب إلى ضيفي السيد محمد العفاف. السيد محمد، استمعت إلى ضيفي يتحدث عن أنه كل ما تمر به تونس الآن وسبب قرارات الرئيس هو حركة النهضة وأنتم في البرلمان، ردك على ذلك. طيب أنا بالنسبة لي الفساد والحرب على الفساد يجب أن لا تستثني أحدا، يعني بداية من حزب ائتلاف الكرامة الذي أمثله يجب أن لا يكون هناك أي أحد فوق القانون، مرورا بالنهضة وصولا إلى الكتلة الديمقراطية وإلى كل طيف السياسي وكل من تقلد منصبا بعد الثورة. أنا أوافق تماما هذا، ولكن ما أستغربه هو أن ضيفيك الكريمين كلاهما يتكلم عن الحرب عن الفساد وكأنه بريء منها، في حين أنه في موجز تقديمكم تكلمتم عن خالد الكريشي اللي هو عضو على الكتلة الديمقراطية الذي يمثلها سيد نعمان العش، والذي ترأس لجنة التحكيم والمصالحة والتي تحوم حولها عديد شبهات الفساد حول تسويات ملف الفساد لأباطرة الفساد في تونس. أيضا سيد محمد العفاس، أيضا تحدثنا عن أنه هناك اتهامات ضد سيف الدين مخلوف رئيس كتلة ائتلاف الكرامة. طبعا أنا بالنسبة لي أنا وسيف الدين مخلوف وكل ائتلاف الكرامة لن نتحصن بالحصانة البرلمانية في أي ملف يتعلق بالفساد أو شبهة استغلال مال عام. كذلك بالنسبة للسيدة ليلى الحمروني، الفساد سيد الكريم استشرى في تونس في فترة حكومة يوسف الشاهد، والذي لديه كتلة تحية تونس التي تمثلها السيدة ليلى الحمروني فيما مضى، واللي من جملتها مثلا على غرار معز بن غربية الذي هو الآن في حالة فرار خارج أرض الوطن وجمد نشاطه في البرلمان، والذي حوله شبهة فساد في إفلاس وتفليس متعمد للناقلة الوطنية الجوية شركة الخطوط التونسية تونسير. يعني اليوم نفس من يدعي الحرب على الفساد هو الشريك الأكبر وهو الحامل البياطرة وأباطرة الفساد في تونس. أكثر من هذا، من يتكلم عن نقل الفوسفات وعن الملفات هذه، هنالك أطراف نقابية بعينها تستثنى
كل الفاعلين السياسيين اليوم وكأنهم يخشون مواجهة أخطبوط الفساد وحامي وراعي الفساد في تونس، اللي هي المنظمة الشغيلة بقيادتها الحالية، ليس في هياكلها بل بقياداتها الحالية. اليوم عديد النقابيين يستثنون من الحساب. الرئيس قيس سعيد أخطأ بداية حينما أراد أن يصحح المسار من خلال إقحام المؤسسة العسكرية في الحياة السياسية، وأخطأ ثانيا حينما جعل مجرد الصفة هي تهمة. أن تكون سياسيا ليس تهمة، وأن تكون رجل أعمال ليس تهمة، وكذلك أن تكون نقابيا ليس تهمة. الإثبات يجب أن يكون قضائيا ويستند. وهذه النقطة سيد محمد العفاس، أنا سنقف عند هذه النقطة. أنت قلت إنه الإثبات يجب أن يكون قضائيا، وأنا أشرت إلى تقرير الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد 2018. إذن لديكم في تونس هيئة للفساد ولمكافحة الفساد. وهنا سيد نعمان العش، يعني إذا كانت هناك هيئة خاصة بالفساد وكان هناك قضاء مستقل في تونس، فلماذا يعني الحديث وإطلاق الاتهامات بشكل عام؟ هذه الكتلة عليها فساد، وهذه الكتلة متورطة في الفساد، وهذا الحزب هو سبب نكسة ونكبة تونس. هو حقيقة احنا في مرحلة نتاع انتقال ديمقراطي، وهناك العديد من الهيئات كما هيئة مكافحة الفساد لم يقع تفعيلها. يعني هناك العديد من المسائل وهناك العديد من النصوص القانونية التي والأوامر التطبيقية التي لابد أن تصدر من أجل أن يقع تفعيل أو إطلاق يد هذه الهيئات. من ناحية القضاء غير مستقل، وكنت أتحدث عن فضيحة القاضيين طيب راشد وبشير العكرمي اللي هزت الدنيا في تونس، ويعني هناك علاقة بالإرهاب وعلاقة بملفات يعني تقريبا فوق 6000 ملف، معناها قضائي يعني في مجال الإرهاب، ولم يقع تضمينها حتى في سجلات المحاكم. يعني هناك تكتم كبير جدا. بعض النواب أيضا يتمتعون بالحصانة ويتمتعون ايضا ب يعني التستر من طرف وزاره العدل على ملفاتهم وعدم ارسالها الى المجلس. يعني عديد المسائل. استاذ نعمان، استاذ نعمان، ليس هناك بالفعل. يا سيدي انت حتى لا نطلق اتهامات، انت ذكرت فضيحه وذكرت اسماء، وبالتالي هل هذه الاسماء في موضع اتهام امام القضاء التونسي باعتبارهم هم قضاة؟ انت اتهمتهم الان أنهم أصحاب فضيحة وأنهم لديهم فساد، هل هؤلاء متهمون من القضاء التونسي وأمام النيابة العمومية أم لا؟ هم واحد مر يعني هم عندهم ملفات في القضاء، ولكن هناك محاولة للتستر، وكانت يعني أنت تتحمل هنا أقول لك سيد نعمان عش، أنت تتحمل جدا يا فندم، أنت تتحمل اتهامات الرقابة يا أستاذ نعمان، أنت تتحمل مسؤولية الاتهامات التي أطلقتها بحق قضاء أو بحق أفراد أو حق هيئات، لأنك أيضا قلت أن القضاء التونسي ليس مستقلا، أيضا أنت تتحمل هذا الكلام. أرجو أن تبقى معي. أذهب للسيدة ليلى الحمروني النائبة السابقة عن حزب نداء تونس. يعني سيدة ليلى، نتحدث الآن عن الاتحاد التونسي للشغل. الاتحاد التونسي للشغل ربما كان موقفه يعني صامتا إلى أن طالب بخارطة الطريق، وله تحفظات الآن حول المرحلة القادمة، يريد التعجيل بخارطة الطريق ويريد الحفاظ على الوضع الديمقراطي أو الدستوري في تونس. تعليقك على ذلك؟ ملاحظة ساعة قليلة نحب أقولها بالنسبة لما قدم السيد العفاس الآن، كذلك حبيت وكونك زادة تتدخل وتقول وكون يوسف الشاهد هذا مسألة فراره وقضيته وكأنه فاسد، مبدئيا معناها كان انت تتدخل زيادة. لا يا فندم، لا استاذه ليلى، استاذه ليلى، انا تركت استاذه ليلى، انا تركت نعم. الامر لك باعتبارك موجوده وستردي، والان من حقك ان تردي، تفضلي ردي. انا رديت توا لان هناك قضايا ضده، وهو امتثل امام القضاء في عديد من القضايا، وهو الانسان، هو انسان حر الان موجود في تونس، وبذلك ماذا بينا نكفوا كذلك على معناها الإشاعات هذه نزيدوا نعمقوها. بالنسبة لخريطة الطريق الآن المطروحة على البلاد،
أعتقد أن موقف الاتحاد الشغل هو موقف معتدل جدا وموقف رصين جدا، عبر عن تخوفاته من معناها تركيز الحكم، كل الحكم وكل أشكال الحكم عن سيادة رئيس الجمهورية عبر عن التخوف من ذلك والخوف إلى العودة للديكتاتورية، ولكن في نفس الوقت هو مساند للإجراءات اللي قام بها رئيس الجمهورية. وبالتالي نحن عندنا منظمة نقابية عريقة عندها أخطاء ككل المنظمات وككل الأحزاب، هي ليست فوق النقد، ولكن في المهم في المسائل الوطنية وفي اللحظات التاريخية نعتبر أن اتحاد الشغل هو منظمة وطنية عريقة، والآن أعتقد أنه سيلعب دور هام مع بقية مكونات المجتمع المدني لتعديل الأمر، لأن احنا فرحنا بالإجراءات اللي قام بها الرئيس، ولكن في نفس الوقت لنا تجارب مريرة مع الانتقالات هذه ما تسمى بالانتقالات الديمقراطية، وشفنا أن عودة الفساد وعودة الدكتاتورية تبدأ شيئا فشيئا. وبالتالي أنا مطمئنة لأننا لنا في تونس مجتمع مدني قوي، الصحافة الإعلام والحريات مضمونة، وقد عبر عن ذلك رئيس الجمهورية في اتصالاته مع العديد من المكونات المجتمع المدني، وهذه تطمينات طبعا هامة بالنسبة لنا، ونرتقي بالأفعال. وأنا شكراً. متفائلة لأن الوضعية اللي كنا فيها الحقيقة كانت وضعية كارثية على كل المستويات. شكرا لك السيدة ليلى الحمرولي النائبة السابقة عن حزب نداء تونس على وجودك معنا، والشكر موصول للسيد محمد العفاس النائب البرلماني، شكرا جزيلا، وأيضا الشكر موصول للسيد نعمان العش، شكرا جزيلا لضيوفي الكرام. ينضم إلينا عبر الإنترنت من تونس وجيه وافي، عضو المكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين التونسيين، أرحب به. يعني سيد وجيه وافي، يعني ربما آخر كلمة قالتها ضيفتي قبل أن تغادرنا أنها يعني ذكرت تصريحات رئيس الجمهورية السيد قيس سعيد حول الحريات والإعلام وأنها مضمونة، هل بعد إغلاق مكتب قناة الجزيرة وكما رأيت زميلي يعني يمارس عمله من يعني أو يخرج عبر الإنترنت وليس عبر المكتب ولا يستطيع أحد من الصحفيين أن يمارس عمله بشكل جيد، هل هذه مؤشرات على حرية الصحافة وحرية التعبير في المرحلة القادمة؟ مساء النور، شكرا على الاستضافة. في الحقيقة ما حصل لقناة الجزيرة ولزملائنا في قناة الجزيرة في تونس يعتبر من الناحية الصحفية ومن ناحية الناحية المهنية ومن ناحية حرية الإعلام والتعبير وحرية الرأي هو يعتبر مؤشر خطير. يعني هذا أنه اليوم يعني بعد يوم تقريبا من الإجراءات الاستثنائية التي أعلن عليها رئيس الجمهورية يتم إغلاق مكتب قناة الجزيرة في تونس، وحتى عندما اتصل يعني نقيب الصحفيين برئيس الجمهورية أو برئاسة الجمهورية لم يتم يعني اعطاء تبرير، لم يتم اعطاء المعلومه الكافيه والضافيه يعني عن اسباب اغلاق مكتب قناه الجزيره. نحن في نقابه الصحفيين نعتبر انه اي اعتداء او اي غلق او اي يعني محاوله لتكميم الافواه اليوم من اي طرف كان، من رئاسه الجمهوريه او من اي حزب او من اي سلطه ما كانت، هو مؤشر خطير على يعني على حر يعني على خطر على حرية التعبير. وهنا السؤال سيد وجيه وافي، نعم هنا السؤال، يعني في هذه المرحلة الاستثنائية وهذه القرارات الاستثنائية أرجو أن تطلعنا على وضع الصحفيين، على وضع حرية التعبير، هل هناك يعني هناك سهولة ويسر وتيسير لعمل الصحفيين؟ هل هناك هناك صحفيون تم التنبيه عليهم بعدم العمل، سحب رخصهم، ما هو الوضع؟ في الحقيقة هو فيما يتعلق بحرية الإعلام وبعمل الصحفيين في تونس سواء يعني المؤسسات الأجنبية أو المؤسسات التونسية، الوضع لم يتغير يعني ما قبل 25. يعني هنا أريد أن أذكر المشاهدين والمتابعين والرأي العام في تونس أنه قبل 25 وفي 2019 و 2018 يعني من 2011 وحتى قبل 2011 الوضع هناك دائما يعني هناك كر وفر بين الاعلام وبين الصحفيين وبين السلطه، يعني هناك تجاوزات قبل 25، اعتداءات على الصحفيين في مظاهرات في يعني في مجلس النواب، يعني هناك الاعتداءات يعني هي كانت
ومتواصلة اليوم، يعني بعد 25 لم يتغير الوضع، ولا ونحن في نقابة الصحفيين لا نعطي يعني لا نعطي سكا على بياض لأي طرف. اليوم هناك اعتداء، يعني هناك محاولات، هناك صارت محاولات لعرقلة عمل بعض الصحفيين في العاصمة وفي الجهاد، يعني طلب تراخيص للتصوير او للعمل. يعني هذه المشكله هي مشكله قديمه جديده، يعني من قبل نحن نعاني مشكله الترخيصات، لكن في اليومين الاخيرين يعني ما بعد قرارات 25 جويلية هناك يعني مبالغه في هذه القرارات، هناك نوع من التصعيد، نوع من التصعيد في علاقه ببعض وسائل الاعلام. يعني في مؤسسه التلفزه التونسيه كما تعلمون تم منع يعني حضور يعني ضيوف، منع البرامج الحواريه لمده يومين امس واول امس، وتفاجأنا بهذا الامر عندما تحولت نائبه رئيس النقابه الى مقر التلفزيون لاجراء حوار، تفاجأنا بالمنع. يعني هناك تصعيد طفيف، هناك تصعيد طفيف، لكن لا نستطيع ان نقول انه هذه سياسه ممنهجه اليوم، لانه ما قبل 25 في علاقه بحريه التعبير وحريه الصحافه تقريبا يعني كان نفس الوضع، هناك الاعتداءات كانت قبل وستتواصل. ونحن اليوم ورغم التطمينات التي اعطاها رئيس الجمهوريه لنقيب الصحفيين وفي تصريحات مع بعض منظمات المجتمع المدني، كما قلت نحن لا نعطي سكا على بياض، لاننا تعاملنا مع السلطه قبل الثوره وبعد الثوره. السلطة لا يمكن أن تؤتمن على حرية التعبير. باختصار سيد وجيه وافي، يعني في ظل تطمينات رئيس الجمهورية وفي ظل استمرار إغلاق مكتب قناة الجزيرة بهذا الشكل، هل تطمئنون إلى استمرار هذه التطمينات ووجودها على الأرض باختصار شديد؟ نحن قلت لك نحن لا نطمئن بأي خطاب السياسيين وخطاب السلطة بصفة عامة، سواء رئاسة الجمهورية أو رئاسة الحكومة أو رئاسة البرلمان أو الأحزاب. يعني نحن لا نطمئن لهذه الخطابات، لأن هذه الخطابات بالتجربة يعني تبين أنها ليست شكرا. مجرد يعني حتى حبر على ورق، هي لم تكن حبر على ورق، شكرا جزيلا هي مجرد لك. كلام في كلام، يعني نعم. هو كلام، نعم. نحن لا نطمئن لأي كلام، يعني نحن نؤمن بالفعل. شكرا يعني لك. غدا عندما رئاسة الجمهورية يعني تعطي الأسباب الواضحة لإغلاق قناة الزيتونة، عندما نعرف الأسباب وراء منع حضور ضيوف في التلفزيون التونسي، يعني عندما يعطونا التوضيحات عندها نستطيع أن نتحدث. شكرا جزيلا لك السيد وجيه وافي، عضو المكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين التونسيين، أشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا. انضم إلينا عبر هاتف من تونس الخبير الاقتصادي السيد نبيل عبد اللطيف، أرحب به. سيد نبيل عبد اللطيف، الآن في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة الموجودة سابقا وحاليا في تونس، في رأيك هل يمكن أن تساهم هذه القرارات الرئاسية في حل هذه المشكلات؟ أولا المشكلات الاقتصادية للجمهورية التونسية والمالية أيضا والمالية العمومية بما في ذلك هي مشاكل متواترة ولها عديد السنوات من حدوثها، وفي هذا الباب مشاكل اقتصادية في تونس ليست رهينة قرار سياسي وحيد أو منفرد. الوضعية الاقتصادية في تونس تعاني أساسا من عدم الوضوح في الرؤية السياسية والتعاطي السياسي مع الصوت الاقتصادي. المشكلة الثانية أنه بالنسبة للمنوال الاقتصادي والتنموي للجمهورية التونسية هنالك عديد الطلبات التي كانت من خلال الجمعيات المدنية الاقتصادية كانت تطالب بتغيير المنوال الاقتصادي، ولكن للأسف إلى يومنا هذا لم يقع تغيير المنوال الاقتصادي رغم أن ثوابت الاقتصاد التونسي ما زالت ثابتة، بمعنى وأن تنوع الاقتصاد التونسي يمكنه أن يتعافى في أقرب الأجل. سيد نبيل عبد اللطيف، يعني أريد أن أسألك في ما طرحه الرئيس التونسي قيس سعيد، هو يرى أنه من نهبوا تونس ولديه قائمة بالأسماء، من نهبوا تونس سيرتبهم حسب جرمهم، يعني من نهب بشكل أكبر سيكون في الأولوية، وقال بأنه يعني يصدر قانونا يتصالح مع هؤلاء بشرط أن يقوموا بمشروعات للفقراء. هل هذه الفكرة، فكرة التصالح بهذا الشكل، هي فكرة اقتصادية؟ أولا
أنه بكل وضوح جميع الدول التي مرت بانتقال سياسي عملت على المصالحة الاقتصادية، ولكن في المصالحة الاقتصادية هنالك نواميس، هنالك معايير ومقاييس، بما بمعناه وأنه المصالحة يجب أن يكون فيها هدف، يجب أن يكون مخصصا في صندوق لمبلغ معين يقع الاتفاق على أنه يكون الهدف والتحدي، ويكون بعد هذه المصالحة هنالك ضغط وخاصة تفادي المزالق التي أتت منها هذه الوضعيات التي ليست قانونية وليست في صالح الاقتصاد الوطني. إذن هذه ليست بدعة تونسية، جميع الدول التي مرت بهذا الانتقال السياسي قامت بمصالحة اقتصادية، ولكن أهم جزء في هذا الباب، ودائما أحكي على الباب الاقتصادي والاجتماعي، أن يكون الهدف واضح، أن تكون آليات واضحة حتى لا نعيد مرة أخرى الأخطاء الماضية، ونقطة أساسية والمهمة أن تكون هنالك مصالحة تأتي بجدوى اقتصادية. في هذا الباب محاولة السيد الرئيس هي محاولة موجودة وليست بدعة تونسية، ولكن التفاصيل، هناك عديد التفاصيل التي يجب التشاور فيها والتفاوض فيها، لأن الهدف ليس إعطاء من زلت به القدم أن يكون هو المنقذ الجديد، هذا ليس صحيح. ونقطة ثانية، يجب أن يكون بالنسبة للمصالحة أن يكون الهدف هو تصحيح المسار واتقاء الممرات التي كانت تسير فيها كل ما هو اقتصاد ريعي، كل ما هو رشوة، كل ما هو فساد، وفي نفس الوقت يجب التحذير جيدا من عملية الابتزاز التي يمكن أن تقع لرجال الأعمال، لأن رجال الأعمال هم مؤسسات صغيرة أو كبرى يجب عدم تدخل سياسي في المسألة الاقتصادية لكي يصبح هناك ابتزاز ونراه يدخل فيه. نعم، وضحت الصورة سيد نبيل عبد اللطيف، وضحت الصورة، باعتبار أنه أيضا أنت كما قلت العمل بحساسية مع الاقتصاد أو اقتصاد رجال الأعمال أو الاقتصاد الخاص. شكرا جزيلا سيد نبيل عبد اللطيف الخبير الاقتصادي. عبر وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن عن قلق بلاده من إمكانيات انحراف تونس عن مسارها الديمقراطي، وقال بلينكن في مقابلة مع الجزيرة أنه حث الرئيس التونسي قيس سعيد على العودة إلى الديمقراطية بأسرع وقت ممكن. وردا على سؤال بشأن إغلاق مكتب قناة الجزيرة في تونس، عبر بلينكن عن قلقه من إمكانية قمع أي شكل من أشكال حرية التعبير في تونس، لا سيما حرية الصحافة. تونس كانت برهانا رائعا على التحول الديمقراطي، وفي الحقيقة كانت مثالا قويا ليس فقط للإقليم بل للعالم أجمع. لدينا بواعث قلق حول الانحراف عن ذلك المسار الديمقراطي واتخاذ خطوات تتناقض مع الدستور مثل تجميد البرلمان. كانت لي محادثة طويلة مع الرئيس وحثثته على التمسك والعودة إلى المسار الديمقراطي بأسرع وقت ممكن، وأن يتجنب أي محاولة لتكميم أفواه الشعب بما في ذلك الإعلام، وكما رأينا أمثل على ذلك مؤخرا. انضم إلينا عبر الإنترنت من ميريلاند ويليام لورانس، أستاذ الشؤون الدولية الدبلوماسي الأمريكي السابق في تونس. أرحب به سيد ويليام لورانس. ربما يعني كنت دبلوماسيا في تونس ولديك خبرة المكان وخبرة الشخصيات وحتى النظام في تونس، وبالتالي في رأيك هل من الممكن أن تكون هذه القرارات ابتعادا عن المسار الديمقراطي وذهابا إلى حكم الفرد كما يخشى البعض؟ هذا قرار غير دستوري. الكثير من المؤرخين يقارنون سعيد بنابليون الذي يتكلم عن أهداف الديمقراطية من خلال منظور شخصي. هو
جزء يريد أن يحمي، يريد أن يحكم ويتخلص من الناس، وهذا ليس طريقة ديمقراطية في التعامل. الجهة التي يمكن أن تعيد الأمور هي الاتحاد العام التونسي للشغل، وسوف نرى كيف ستتم الوساطة، ستقوم الاتحاد بهذه الوساطة. وهو يريد أن يوقف المنتخبين والجهات المنتخبة من القيام بعملها. سيد ويليام لورنس، يعني السيد بلينكين تحدث وقال يجب العودة إلى المسار الديمقراطي، هل معنى ذلك أن الولايات المتحدة الأمريكية تنظر إلى ما حدث في تونس بأنه أمر غير ديمقراطي؟ نعم، هو يعتقد أن ذلك انتهاك للقوانين الديمقراطية وللدستور، وهو لا يسميه انقلابا لعدة أسباب، لأن هناك اعتبارات قانونية، وهذا حكم يطلقه المؤرخون، لكن هذه الإجراءات ليست ديمقراطية. هناك رئيس وهناك برلمان، وسوف يتم بذل جهود لمساعدة التونسيين إلى العودة إلى الديمقراطية. سيد ويليام لورنس، ربما البعض، يعني بعض من تابع تصريحات بلينكين، قال بأن الولايات المتحدة الأمريكية أو الإدارة الحالية كانت تتحدث أيضا عن حرية التعبير والديمقراطيات يعني في أماكن كثيرة من العالم. البعض يقول أن ربما إذا طمأن الرئيس التونسي الولايات المتحدة الأمريكية على مصالحها فإنها ستقبل بكل القرارات التي سبقت ربما التي تلي. تعليقك على هذا؟ بالاستثناء أن هذا ليس من مصلحة الولايات المتحدة، الأمر سيء في صالح تونس وليس في مصلحة ليبيا، ولا أعتقد أن الناس سوف تنجح تونس بدون ليبيا، ووزارة الخارجية تبذل جهودا كبيرة من أجل إعادة تونس إلى المسار الديمقراطي، وليست في مصلحة الجزائر أيضا، وليس من مصلحة أحد أن تفشل العملية الديمقراطية في تونس، وهذه الديمقراطيات قد لا تنجح ولا تنجح بهذا المنظور الشخصي. سيد ويليام لورنس، الرئيس التونسي قيس سعيد يعني أصدر قراراته، أو ربما يعني السلطة التنفيذية أصدرت قراراتها بأن يتم إغلاق مكتب قناة الجزيرة. سيد بلينكين قال إنه هذا أمر خطير، في رأيك أنت كيف ترى إغلاق مكتب قناة الجزيرة كمؤشر لحرية التعبير وحرية الصحافة في تونس في الأيام القادمة؟ الرئيس سعيد هو نفسه استفاد من حرية التعبير وحرية الإعلام، والآن يريد أن يسكته. من المؤكد أنه يحتمر الحريات، ولكن هذا ليس احتراما. أعتقد أن هناك توترا في تونس من 2016، وربما يكون هناك محاولات، ولكن إرادة الشعب التونسي وحرية الصحافة التي كانت موجودة بشكل نسبي، وسيكون هناك ضغوط على قيس سعيد حتى لا يتخذ قرارات مماثلة على أجهزة الإعلام الأخرى وليعيد الأمور إلى نصابها. شكرا لك السيد ويليام لورنس، أستاذ الشؤون الدولية الدبلوماسي الأمريكي السابق في تونس، على وجودك معنا. المساء مستمرة، وبعد الفاصل باقي فقراتنا. وفيها إثيوبيا تقول إن التعبئة الثانية لسد النهضة لم تضر بمصر والسودان، ورئيس الوزراء السوداني يقول إن بلاده لا تعارض قيام سد النهضة، لكنه يشدد على ضرورة التوصل لاتفاق ملزم لملء وتشغيل السد.